الإخوة العرب في كل مكان، هقدم لكم مثال من خلاله أوعدكم إنكم بعد ما تستوعبوه هتتغير نظرتكم تجاه الإعلام القطري وكافة أضراره، وهيبقى عندكم تفسير واستدراك لكل خبر تسمعوه منهم. أحد الإخوة العرب سألني إزاي تثبت إن الإعلام اللي بتموله قطر وبتتبناه هو إعلام الهدف منه التدمير والتخريب في البلاد العربية، وإزاي تثبت ده على الحالة المصرية مثلا. قلت له غالي والطلب رخيص، واسمح لي أقدم لك مجرد نموذج. السلام عليكم. كمثال على طريقة استعمال الإعلام القطري أدواته للتخريب والتدمير في الدول العربية، تعالوا نشوف المثال ده، ومن خلاله صدقوني هتتغير نظرتكم للإعلام القطري في كل مرة تتلقوا منه خبر. سعر الفايدة اللي بيحدده البنك المركزي في أي دولة له ثلاث حالات لا رابع لهما، وهي إنك إما ترفع الفايدة أو تنزلها أو تثبتها، ملهاش وضع رابع. وده بيعمله البنك المركزي في أي دولة على أسس اقتصادية علمية ومعطيات بتتعلق بمستويات الاحتياط النقدي والاستثمارات الأجنبية والناتج المحلي وتدفق العملة الصعبة والصادرة والواردات والتضخم وحاجات تانية كتير، معطيات كتير بيراقبها البنك المركزي في أي دولة من دول العالم، وبناء عليها بيتخذ قراره بخصوص سعر الفايدة سواء برفعها أو خفضها أو تثبيتها. موقع شبكة غزل الإخباري معروف إنه بيتمول من قطر وتابع لمنظومة الإعلام القطرية. والسؤال هنا هو، هل ده موقع لتقديم خدمة إخبارية ولا موقع الهدف منه أجندة سياسية ومخطط معين؟ من باب حسن النية يا أخي العربي، أنت بتعتبره موقع بيقدم خدمة إخبارية صادقة حتى وإن كان الموقع ده تابع لقطر، عادي مش دي المشكلة. المهم انه بيقول الحقيقه وبيدي لك الخبر الحقيقي والتحليل الموضوعي، وده كلام سليم وانا موافق عليه وابصم عليه بالعشره يا اخي العزيز. ولكن اسمح لي ادي لك النموذج ده بخصوص شبكه غصد التابعه للاعلام القطري. في يوم من الايام البنك المركزي المصري زيه زي اي بنك مركزي حوالين العالم كله شاف وبناء على معطيات معينه انه من صالح اقتصاد البلد تثبيت سعر الفايده في فتره ما. موقع شبكه غصد قال على لسان خبير اقتصادي من طرفه ان تثبيت سعر الفايده ده هيرفع مستويات التضخم في مصر، يعني غلاء اسعار وما ادراك ما غلاء الأسعار. يعني بالمختصر شبكة غصد بتقول ان المواطن المصري هيطحن بسبب الغلاء بسبب تثبيت سعر الفايدة اللي عمله البنك المركزي المصري وقتها. حلو، انا صدقت الخبر بتاع غصد معاك يا اخي العربي العزيز، وخلاص ايقنت ان لما البنك المركزي المصري يثبت سعر الفايدة هيتلعن سلسفيل الاسعار في مصر بسبب التضخم، وهنشوف بسبب التثبيت ده احنا كمصريين ايام سودة اسود من قرن الخروب. اتفقنا يا سيدي، يلي بتتابع الاعلام القطري وبتثق فيه اتفقنا، ما عنديش مشكله. نقوم في يوم تاني ولما البنك المركزي المصري قرر انه يخفض سعر الفايدة في الفترة دي بناء على معطيات ليها علاقة بالفترة دي، هو موقع غصد الاخباري التابع للاعلام القطري يقول لنا ان تخفيض سعر الفايدة ده بينذر بتراجع للدعم في مصر، يعني تخرب بيتك يا مواطن يا مصري وهيتشال الدعم من على المواد التموينية والمواد الاساسية. ولما البنك المركزي بقى قرر انه يرفع سعر الفايدة في فترة ما بناء على معطيات ما برضو هو موقع شبكة غصد الاخباري بيقول لك ان زيادة الفايدة دي بتزيد اوجاع الاقتصاد المصري. حيرتونا واحتار دليلنا معاك، طب يرفع الفايده ولا يخفضها ولا يثبتها؟ الله يخرب بيوتكم، ما هو مفيش حاجه رابعه ممكن البنك المركزي يعملها غير التثبيت او الرفع او التخفيض. في كل الحالات موقع غصد بيتعامل مع تحرك سعر الفايده في مصر على انه مصيبه وكارثه هتمس حياه المواطن المصري العادي، وعلشان كده ده دليل على ان الموقع ده ما بينقلش خبر او تحليل موضوعي. ده دليل ان موقع شبكه غصد التابع للاعلام القطري بيشتغل لصالح اجنده الهدف منها خلق حاله من الهلع ما بين المواطنين المصريين والحكومه بتاعتهم وتشكيكهم في اقتصاد بلدهم، وعمل حاله تخوف عند المستثمرين وخصوصا العرب لتخويفهم من الاستثمار في مصر، وبالتالي خساره مصر وشعب مصر لتدفق اموال اجنبيه تجيب معاها بقى وظائف واحتياطي نقد اجنبي اكتر، وبالتالي تحسن في ظروف معيشه المواطن المصري. بصريح العباره موقع شبكه غصد التابع للاعلام القطري هو اداه حرب ضد المواطن المصري قبل الدوله المصريه، وباعتباره ممول ومدعوم من قطر فده دليل اضافي على دور قطر الوظيفي لهدم الدوله المصريه. ما هو الموضوع بالعقل يا ساده، ايه هو التفسير اللي ممكن ينطبق على سلوك موقع غصد اللي معلوم انه باداره اخوانيه وتمويل قطري بخصوص اخبار رفع سعر الفايده او خفضها او تثبيتها في مصر؟ واذا كنت فاكر ان هدف الموقع ومنورات الدوله الوظيفيه قطر هو تشويه القياده المصريه وبس، فانت غلطان يا سيدي، لانه ببساطه اشاعه اخبار كاذبه من النوع ده بتؤثر على الاقتصاد العام للدولة المصرية، الاقتصاد العام للدولة اللي هو عصب حياة المواطن المصري العادي. وزي ما سبق وقلنا أخبار من النوع ده كفيلة بعمل بلبلة في أوساط المستثمرين وخصوصا العرب، وبالتالي الخاسر الأكبر هو المواطن المصري البسيط اللي ممكن يكون خسر وظيفة كان هيقدمها له مستثمر ما، المستثمر ده أحجم عن الاستثمار في مصر بسبب نوعية الأخبار دي. طب تعالوا نبسط الأمور ونقول إن نوعية الأخبار المفبركة اللي زي دي ومعها الأخبار المتفبركة اللي بتتعلق بالحالة الأمنية في مصر وما أكثرها على موقع غصد الإخواني وعلى قناة الجزيرة القطرية وعلى قنوات قطر اللي في تركيا زي الشرق ومكملين ووطن والحوار، وما ننساش معاهم تلفزيون الصهيوني عزمي أنطون.
مشغل اسمه التلفزيون العربي. التلفزيون العربي اللي شغال تقارير بتصور الحاله في مصر على انها جهنم الحمراء. نوعيه الاخبار والتقارير دي ممكن يكون ليها تاثير على السائح العادي اللي لما بيفكر ان الحاله في مصر زي ما بيصور الاعلام اللي قطر بتموله ممكن انه يحجم عن السفر الى مصر او السياحه او حتى الدراسه. وبالتالي وبرضه يا ساده قطاع السياحه اللي بيشتغل فيه ملايين من المواطنين العاديين هيخسر، والخساره دي متوجهه مباشره برضه نحو المواطن المصري البسيط. طب ايه الداعي ان قناه الجزيره تعمل هاشتاج وتفبرك اخبار تشوه فنان مصري محبوب في العالم العربي زي احمد مكي؟ غير ان قناه الجزيره القطريه هدفها ضرب سمعه فنان مصري اعماله مطلوبه في العالم العربي كله، وبالتالي تقليل الطلب على اعماله، وبالتالي برضه خساره لقطاع الانتاج الدرامي في مصر، وده بيمس العاملين في القطاع ده. ايه المبرر ان قطر تنتج باموالها حلقه من برنامج مخافي اعظم تدلس فيها وتكذب بخصوص حادثه جهيمان اللي كانت في الحرم المكي من 40 سنه، غير انها تؤذي سمعه المملكه العربيه السعوديه ما بين المسلمين؟ نفس البرنامج ده انتج حلقه عن احد المستثمرين الهنود في الامارات، وقدموا الحلقه في اطار تخويف المستثمرين من الاستثمار في الامارات. امثله كبيره لتلاعب الاعلام القطري بالعقل العربي، وبس اخبار كاذبه وتقارير مفبركه علشان خاطر يكرهوا الشعوب العربيه في دول معينه كانت في الوقت ده بتقاطع قطر، وحتى بعد ما سمي بالمصالحه ولسه الاعلام ده شغال معاداه للدول دي. علشان كده هنوصل لخلاصة الكلام يا سادة يا كرام. الإعلام اللي بتموله دويلة قطر الوظيفية هو إعلام إيذاء، إيذاء بيتعرض له المواطن العادي قبل حكومته، وبيقوده الصهيوني ابن إسرائيل البار عزمي أنطون بشارة، وأدواته عبارة عن مواقع إخبارية زي رصد وطني ورغد خارج السرب وغيرهم، ومعهم قنوات فضائية زي الجزيرة والعربي ومكملين والشرق والحوار ووطن وغيرهم، ومعهم مرتزقة مأجورين زي معتز مطر وأسامة فوزي ومحمد ناصر وزوبع وجوشو وعبد الله الشريف وغيرهم برضه. في حقيقته هو مش إعلام، هو سلاح موجه ضد الدول لتدميرها وخربها وإيذائها وإيذاء مواطنيها كمان. هكذا بيتعامل إعلام قطر مع الدول العربية، بينما بيقدم المادة الإعلامية تحت إطار دعم المظلوميات والديمقراطيات والحريات، بينما في حقيقته هو بيؤذي المواطن العربي. والدليل هو إن العرب بقى عندهم ضحايا ومهجرين بالملايين، دول اتدمرت وأراضي عربية محتلة من جيوش وميليشيات طائفية وأجنبية كمان، كل ده بسبب إعلام قطر اللي من يوم ما ظهر الإعلام ده والعرب حالهم على كل المستويات بقى في النازل. قبل سنة 1996 ظهور أول ثمار الإعلام القطري وهي قناة الجزيرة. قبل كده كان عندنا مسألة واحدة بس بنهتم بيها وهي قضية فلسطين. النهاردة بقى عندنا ليبيا واليمن وسوريا والعراق وغيرهم وغيرهم، وكل ده بسبب الإعلام القطري. ده مش إعلام، ده سلاح بيستعمله الصهاينة ضدنا بأموال دويلة بيحكمها نظام بيعاني من عقدة النقص تجاه الآخرين. سخر أمواله لصالح الصهاينة لتفتيت وتدمير بلاد العرب، لعل عقدة النقص اللي عنده تروح لما يشوف الآخرين متدمرين. بس هي مش هتروح، لان اللي في باله مش هيحصل ابدا باذن الله، وسرعان ما هينقلب كيده في نحره وهيدفع الثمن غالي قوي. وكل الدول العربيه اللي عانت من القتل والتهجير والخراب بسبب اعلامه وامواله، الدول دي هتحاسبه حساب عسير، خصوصا ان حسابه تقيل قوي 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 قوي. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.